ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده باذن الله اول فيديو رياكشن بعد فتره طويله جدا انقطاع عن الرياكت، وده طبعا لان كان في لعبه جديده نازله. فكان الصراحه ان انت تنزل محتوى هيموت ما كانش ليه لازمه الصراحه بالنسبه لي يعني، وشايف ان كان مثلا مالتي والزومبي والحاجات الجديده دي ان احنا نتكلم عنها كان يبقى احسن. فالنهارده باذن الله هنبدا سلسله الرياكشن تاني في اللعبه الجديده وورزون 4 مع موجو باذن الله. من غير ما اطول عليكم تعالوا ندخل على الجيم بلاي على طول. طب يا شباب، لما نبدا فيديو النهارده، سبونسر فيديو النهارده هو لاجو فاست. لاجو فاست هو في بي ان تقدر تستخدمه وانت داخل اي جيم، بيدعمه لعب كتير جدا وعلى كذا منصه عندك، على سواء بي سي او على الكونسول بتشتري له قطعه. ده بيدعم لك ان انت تقدر تخش على بينج قليل، فاقرب بينج ليك عموما يعني اقرب سيرفر ليك علشان خاطر تتلاشى حته اللاج والحاجات دي. تقدر يا شباب في حاجة اسمها ايزي لوبي كانوا منزلينها، حضرتك تقدر تخش بتختار طبعا الكلمة دي شو ريجنال عشان يقولك التوقيت، وتختار التوقيت اللي بيكون متأخر في البلد دي عشان تقدر انك تستفيد من الكونكشن. بيدخلك على اللوبيز مثلا بتبقى اخف شوية عشان خاطر الاس بي ام ام، وبتخش على حاجة بتكون الكونكشن فيها برضو بتلعب بالكونكشن بتاعك انت عشان ما تتأثرش. تختار البلد اللي انت عايزها وتبقى عامل بوست، ممكن تختار اف بي اس بوست ده عشان يعمل لك زي اوبتمايز للجهاز بتاعك. نيجي يا شباب للاشتراكات بتاعتهم، كل حضرتك هتعمله في ديسكاونت كود CXC30، هتعمل ريديم هتاخد 30% خصم. تقدر انك تعمل تجربه، في ممكن تجربه لمده يوم فور فري، او ان انت تعمل ريديم على طول لو عايز تشتري على طول وتجرب. يلا بينا نرجع الفيديو. طب يا شباب رجعنا للفيديو ويلا بينا نبدا الفيديو. المسربين بيكون 42 كل، بيكون عندك كل الكولين كارت والتحديات. اكتب بجوجل او يوتيوب الا ما حدا منزل مقطع بي ار. طبعا تقريبا ما كانش فيه كانش لسه نزل اعتقد. ايوه هو داخل سولو سكواد ولا داخل ايه؟ سولو سكواد. حلو كده. تقطيع تقطيع تقطيع. داخل سولو سكواد باتل رويال. حلو جدا. شوف بقى كده ايه الامور هتمشي ازاي ان شاء الله. هلا مورجان، عليكم السلام. سلو موشن. حرفيا عندك حق والله. الصوت فوقيها اهو. والله الدمج تاعهم شايفين؟ الأصوات اتظبطت شوية بسيطة. شايف الدمج تاعهم البتابيت؟ الأصوات اتظبطت شوية بسيطة ولكن لسه في أحسن. يعني هو لسه في أحسن إن شاء الله، بس هي يعني إلى حد ما اتظبطت. لاج، عنده لاج. عايز بس أشوف حاجة معلش. ده واقف ما شاء الله جامد. بص بص اللاج يا شباب، بص اللاج. يا نهار ازرع على اللاج يا جدعان. الله الشيطان اللوبي ما شاء الله حنة. لك مو قادر امشي، لك ماشي مو امشي.�
صوت فوق. هو في النص هنا على اليمين ده في كذا واحد. طبعا ده تلعب سولو سكواد. حد نازل تاني. الله التقطيع يا اخوان مستحيل. التي تي كي في اللعبة دي غريب بسبب حاجة اسمها الديبانك بتاع السيرفر. الناس دي جت امتى ما تفهمش. لا اله الا الله. ولك شو بلعب قاعد يا عفو؟ ولك بلندر. لا 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 العيال عيانه خالص يا جدعان. العيال عيانه مش طبيعي يعني. مش طبيعي. سنايبر. سنايبر تاني. يا نهار ازرق. يا نهار ازرق. اضوي اضوي. شفتوا؟ قد لمعت عينا بالعزم انتفضت يمنا. كيف صوتي حلو ولا للأمانة؟ فرماتي؟ بالضيم فرماتي. اسمع السيرفر كله سنايبرات. والله اتمنى اني اموت اقسم بالله. تدروا ليش؟ عشان ارست. لانه مستحيل السيرفر. ستاشر الف فريش ستارت. قوله ده نزل حلو قوي. ممكن اشتري توكن بتاع جولاج. ده انسب حاجة ان هو يعملها صراحة. اشتري توكن للجولاج. تمام. تكل على الله. دي بقى حاجة من ضمن الحاجات الغريبة في الأصوات. لك مك لك لك مك لك شدنا على الزيات. اخوان ما اقدر اتحرك ورب الكعبة. لك اللوبي حلوة ان على الزيات. اخذ لود اوت. كان نخرة واحد يميني. حلو. هياخد هياخد الريسك وياخد اللود اوت. لا هو بيشوف هو فين. جدعان اللوبي يا جدعان شرب خرا. مش ممكن. ايه ده؟ ناخذ لنا جولاج انتر على السريع. ايوه عيب هياخد توكن جولاج. قلت لكم في حد على الشمال. عم عدل السيفر لك اللوبي حلو لك. ليش الحظ هيك؟ بس شري بس كده. الفلوس اللي معاه طالما في لود اوت. الفلوس اللي معاه يا باشا يجيب بقى ايه؟ يجيب بقى التوكن بتاع جولاج يو في. هذه الجيم بس يتعدل السيفر باذن الله 40 بالراحه. بالراحه طلع هذا المحلاوه. هذا هارب من تيم. يا نهار از اكس ام 4 برضه بيمسح يا جدعان. سلاح مش طبيعي. صوت ده تحتيه صح؟ في صوت في الزرع كمان. غير ده. غير ده. حد تاني. في حد تاني. ايوه عيب اهو في الزرع عيب قلت له. طيب هو بيلعب ببركات يا شباب. بيلعب باللي هي
اللهم صل على النبي. دي البركه دي يا شباب بتخليك زي شاربنل كده، بتخليك بتاثر على اللي قدامك، لو ضربته في رجله او حاجه بيأثر على الهيلث بتاعه، الريجينريشن بتاع الهيلث، وسترونج ارم في نفس الوقت، اللي لما بتيجي ترمي حاجه بتبقى اقوى، وبيحدد لك مسار الرميه هتبقى فين، وبيلعب بريستوك ومن تاني من جان هو. تمام، جان هو دي بتخليك تريلود وانت بتتحرك كده زي ما انتوا شايفين. اوكي كده انا عن نفسي ما بلعبش بيها الصراحه. جامد جامد يا اسطى، انت واقف كده ازاي؟ ده كلولس بيلعب بالجاكل وبيلعب بالايه. تمام، بيلعب بالجاكل وبيلعب بالاكس ام 4. هم حاليا يعتبروا الميتا بتاعه اللعبه، ولسه في النهارده بتاريخ ما انا بسجل المفروض في اتاشمنت جديد نزل، ده هيغير مجريات اللعبه تماما. الاتاشمنت ده بيظبط الريكويل، فكده اللونج رينج بقى فيه اوبشنز كتير جدا. مش هحرق لكم اي حاجه، خلينا بس ايه نتفرج. الفيست اللي هو لسه واخدها موجو دلوقتي، في فيست هو لسه واخدها شباب. الفيست الزرقاء دي يا شباب دي فيست اللي هي الساتشل بتاعه الارمرات، تخليك تشيل 12 ارمر. انت العادي بتاعك بتشيل 6، دي تخليك تشيل 12. تمام، في فيست تانية بيقول لك دي بتاعه كيل ستريكس، لسه انا مش عارف الصراحه هي بتعمل ايه قوي. وفي فيست تالتة دي اسمها امو، الفيست بتاعه الاميونيشن دي بتخليك مثلا التكتيكال والليتل هو معاه واحده. تمام، التكتيكال والليثل بتشيل 4. حلو الكلام، خليك تشيل 4 وتخليك تشيل امو زياده، لان طبعا كلنا عارفين ان الشنطه اتلغت خلاص، ما بقاش في شنطه. تمام، فمش تقدر انك تخزن امو معاك او كده. هذول بكونوا ماكلين مال اليتيم اللي بيلعبوا هيك. ضروره تلوتهم، كل شيء بيكون معهم. 19 كيل وباقي 72 واحد. أراد رهيب باقي. في صوت، في صوت ولا بيتهيألي؟ بيتهيألي ممكن ده صوت خطواته هو بيرن. جامد اهو الواد نازل، تعالى روحي تعالى. هو بقى عايز يشوف صاحبه فين وعايز ينزل عليهم هما الاثنين. طبعا بيركل اسمها ديكستريتي اللي هي بتاعت الماونتينير، مش احسن حاجه، ممكن تكون مبجه، ده بنسبه كبيره جدا. هو بيدور بقى على اللي صح، هو بيدور دلوقتي على اللي صح. الواد فين؟ ماشي، انت معاك جولاك توكن، محتاج يو اي في يا باشا، ناقصك 60. ما تبص ما تبص يا موجو، ما تبص يا موجو. اهي فلوس اهي، يلا هي الواد فوقك. بص يا عم كام بقى، ما تضيعش، ما تضربهاش بقى دلوقتي، عاش قوي. هو قاعد على الشمال هنا فوقي. اهو اتفضل، ادي الناس يا باشا اللي قصاده. حلو قوي، كلام جميل. فتح السبيشال، الكامو ده بتاع السبيشال بتاع الجاكل، يعني هو كده داخل على الجولد بقى، يعمل 20 كيل هيب فاير ويبقى كده ايه، يبدا الجولد بقى، يعمل 5 كيلات وهو موست وانت. عبالك مش ماشي مرتين. طلع مبطاط، طلع. معقول تشرد في فايت اذا طلعت على الدراجه؟ هو ضرب يا ده بيهرب. عشاوي عمل ليف جيم. ايه يا شباب، دي الفيست اللي بقول لكم عليها اهو، هي الفيست الخضراء دي، دي فيست الامو، دي بتخليك تشيل امو زياده وبتخليك تشيل 4 تكتيكال و4 ليثل. استنوا كان ثلاثه، انا وات ذا فاك. لك يا حرام السيرفر. لاج مش طبيعي.
تي تي كي مش طبيعي يا شباب بسبب السيرفرات اللي بنلعب عليها. الله الله بتحمل اللوبي طرية بالقندرة. حد فوقي طبعا طبعا ما لحقش رياكت عليه يا جدعان، ما لحقش يفهم في ايه. سنايبر ده بيلعب بسلاح ايه؟ بيلعب بموريس ولا ايه؟ صوت غريب. بوش طبعا يضمن العيال دي كلها عشان العيال ايه، العيال طيبة او اخل. تمام في غيره جيل بريك يا سلام. ده جالك سهلة بس جالك سهلة. العيال فوق ايه؟ في صوت فوق ما بتهيألي. عايز بس اسمع الصوت. اه لا تحت هو هنا مش 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 اوضح حاجة. كده كده بيلعب ريستوك ومع امو بوكس. جيلي بريك لا اله الا الله. ما كان الشباك غبي قوي صراحه يعني. 28 كيل وبقى 64 واحد. هو وقف ليه يا شباب؟ بيبص على معاه جاز ماسك ولا لا عشان يعمل روتيشن من الغاز ولا لا. بس كده ضرب الاستماية لسه هيعمل روتيشن يا باشا من ابعد نقطة عادي جدا وما فيهاش اي عيب. مش جبان بالعكس هو بيلعب سولو. بص هو ده كده نزل له في الاوبن كانش عامل اللود للأسف. حد بيوشو صوت على الشمال كان في صندوق. ده صوت صندوق عش قوي عش قوي. امسك هاي ده الطبيعي طبعا نعمله. اتنين وهم قدامه يا حرام سنايبر. عفوا لا 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 روك روك اخا انا انحصرت لازم لا 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 بشرف اختك. مع امو بوكس ومع كذا واحده كذا سم. معهوش ارمرات تاني دي مشكلة كبيرة بقى. حد يمينه اصلا في غيره
حظك موجو. اجاب بوش ايوه بس كده كده بقى مع ارمرات رد بره على الشمال نزول كذا واحد يا شباب كذا واحد يا نهار ازرق يا رجالة في تروفي وقع ممكن تستخدمها بتستم يا اخوان يا عفو الله ضياع ضياع عفو انا معكم معكم بالتيم معكم بالتيم شباب وين بدك تروحوا على الزون اثنين هنا المفروض تضربش بالاس ام جي ده شباب اللي هو عمله انت طالما مش شايفينك راح راجع مطلع الاي ار لان الاس ام جي مش هيسيفه عبال ما هيضرب عشان ممكن يدون واحد بس التاني هيكون موت انما الاي ار معمول لده استم يا باشا معك سنتكس عاش قوي دي بقى ميزة الأومني موفمنت شوف يا اخوان ولك اسبح الله يجعلك عمرك ما سبحت شغال 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 اهم حاجه يا شباب البوزيشننج التمركز بتاعك موزو ما شاء الله من اللعيبه الشاطره في النقطه دي في اتنين هم اوه لا 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 مش وقتك خالص استغفر الله العظيم رب الكعبة جيم عذاب اقسم بالله عذاب عذاب نفسي امو بوكس حلوة قوي في الداية بس هيروح له ارمي سنتكس انا مكانك ارمي سنتكس ممكن كل وقت يكون معاه سلف بالظبط ومعاه سلف بالفعل شفته بقى فرقت ادي شلدات فكره ان في عيال ماسكينه من الناحيه التانية هياخد كفر بالظبط في عيال ماسكينه من الناحيه التانية فهو لازم ياخد كفر هو دلوقتي بيلعب على الشلدات هو محتاج شلدات ممكن ياخد الباونت دي يبقى عمل الصح يبقى عمل بعد الصح عاش قوي يا جدعان تمركز رهيب فكان كده اللوبي اصلا يا جدعان من قيلة بستين نيلة ممكن ياخد الباونتي هو المفروض ياخد الباونتي الصراحة شايفه اوه ياه شايفه ازاي بالظبط مسك هاي معاك اربعة يا باشا معاك امو بوكس تاني حد بيجري يمينه ولا انا بتهيأ لي اهو شايفين يا شباب لمحت اهو الواد اهو ده هو ممكن يبلع حالا
ولك السعد ولك حلوه حلوه ولك حلوه. وفي فوق ستيم هيطلع فوق بس في ستيم فوق وفي دلع يا باشا. بس اخذ كلاي هيطلع فوق تاني. في واحد على اليمين باسكر ارمي يا باشا السنتكس ارمي يا باشا السنتكس ايزي جي فاكين جيز بويز. طب يا شباب ده كده كان الرياكت على موجو. طبعا يا شباب مش محتاجين موجو ما شاء الله من اللعبة التقيلة جدا. حتة التمركز يا شباب التمركز في اي لعبة هو اللي هيفرق في الستايل والجيم بلاي بتاعك شكل الجيم بلاي هيبقى عامل ازاي. لان هو ده دي الكلمة اللي انتوا تسمعوها سكيل جاب ده الفارق بتاع المهارة بين اي لاعب والتاني. الحاجات اللي زي دي الموضوع مش موضوع الايم مش موضوع النشان بتاعك بس الموضوع ان انت تكون بتتمركز صح بتتحرك صح. موجو ما شاء الله داخل سولو سكواد اي نعم اللوبي سهلة جدا ما انت كده كده مش هتعمل كلات عالية في لوبي صعبة انسى ده. بس هو الراجل بيتحرك صح بيتمركز صح فطبيعي جدا ان انت هتشوف المستوى ده. وطبعا احنا اتكلمنا عن موجو قبل كده الراجل ما فيهوش حاجة وما شاء الله يعني لا الجيم بلاي لذيذ. فده كده كان الرياكت على موجو وان شاء الله يا شباب هنرجع تاني بقى لحتة الرياكتات خلاص احنا دخلنا في الجيم الجديدة فبإذن الله الدنيا تبقى مظبوطة. ده رياكت النهاردة ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب اي حاجة عايز تعرف سيبها لتحت في التعليقات وان شاء الله رد عليكم. واللايك يا شباب لو سمحت علشان هو ده اللي بيزق المحتوى بتاعي ويزق الخوارزمية بتاعت اليوتيوب علشان خاطر كبر العيلة بتاعتنا ان شاء الله. اتمنى مشاهدة ممتعة ليكم اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.